قبل نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. ولو ما سمعتش ملخص الاجزاء اللي فاتت من المسلسل ده يروح يسمعه من القناه، او هتلاقي اللينك بتاعه موجود في اول تعليق وكمان في الوصف الموجود تحت الفيديو ده. اخر حاجه احنا شفناها في الجزء اللي فات وهو ان دان ابن جوردو وتريسي اتسبب في كارثه على المريخ، وكان سبب في موت اكتر من رائد فضاء، وكان هيتسبب في موت ايد نفسه. ولكن يعني الموضوع عدى على خير، بس لما عرفوا ايد وداني الكلام ده قرروا ان هم يبعتوا دان يعيش لوحده على سفينه فضائيه كده بعيد عن كل الناس. اما بقى ايد نفسه فقدر يخرج بنته كيلي من المريخ ويرجعها للسفينه الاساسيه عشان تخلف هناك، لان كيلي بالمناسبه كانت اتجوزت اليكسي رائد الفضاء الروسي وحملت منه وخلفت ابنها في الفضاء. اما بقى على الارض فشفنا ان ساني وتشارلز اصدقاء جيمي فجروا وكاله ناسا، والانفجار ده تسبب في موت ناس كتير اهمهم كارين وكمان مولي اللي مات بسبب انها كانت بتساعد الناس عشان ينجوا بحياتهم من الانفجار اللي حصل رغم انها كانت عمياء، وبسبب كده ماتت مولي. وكمان شفنا ان مارجو هربت على روسيا بعد ما تعرف انها جاسوسه، فهربت عشان خاطر ما يحصلهاش اي حاجه، بس إليدا كانت دخلت مكتبه وقت الانفجار ولقيتها مش موجوده، فقالت بقى لكل الناس ان مارجو ماتت، وفعلا كل الناس افتكروا ان مارجو ماتت ومحدش يعرف انها هربت. تمام تمام جدا. بيبدا الموسم الجديد بعد كام سنه من احداث الموسم الاول، وبنعرف ان في خلال الكام سنه اللي فاتوا دول حصلت تغيرات كتير جدا. اهم التغيرات دي ان الروس والامريكان تعاونوا بشكل كامل في المريخ واصبحوا بيشتغلوا سوا، والحرب البارده اللي بين البلدتين شبه انتهت، وده تسبب في ارتفاع الاقتصاد الروسي بشكل مش طبيعي وتغير في البلد من كل النواحي. اما بقى على المريخ فالوضع اختلف برضه، لان القاعده الصغيره اللي كانت على المريخ حاليا بقت قاعده كبيره جدا مشتركه، وبقى حواليها سكن كتير لرواد الفضاء، يعني الموضوع بقى اشبه بمدينه على المريخ. وحاليا بقى بنشوف ان اللي بيدير القاعده هنا على المريخ هو رائد فضاء امريكي اسمه بيترز، والعلم القاعده فيها رواد فضاء كتير وعلماء برضه من الامريكان والروس وبلاد تانيه كتير جدا. وعلى الجانب الاخر في الفضاء بنشوف ان نايت حاليا بيقود سفينه فضائيه عملاقه وبيقوم بمهمه. المهمه باختصار ان في كويكب كده المفروض ان في رائد فضاء هيخرج يلمسه عشان يكون اول شخص يلمس كويكب في التاريخ. ورائد الفضاء بقى اللي كان هيقوم بالمهمه دي هو رائد الفضاء الروسي كوز اللي شفناه الموسم اللي فات لو تفتكر. وعلى الناحيه الثانيه بقى على الارض بيكون الكل في وكاله ناسا بيتابعوا الحدث التاريخي ده لحظه بلحظه، وبنشوف ان بيدير وكاله ناسا حاليا شخص كده اسمه ايلاي، وده بيديرها مكان مارو. وكمان بنشوف ان اللي خدت مكان إليدا حاليا في الوكاله هنا هي ست كده اسمها هيوز. اما بقى إليدا نفسها فلسه بتشتغل في الوكاله كمهندسه عاديه خالص، ورتبتها قلت عن زمان كمان، وده لسبب بسيط وهو ان إليدا بتعاني من مشاكل كبير وصدمه من بعد الانفجار اللي حصل الموسم اللي فات، واللي إليدا طبعا فاكره منه ان مارجو ماتت، وده سبب لها صدمه كبيره جدا مش قادره تتخطاها لغايه دلوقتي. المهم في كل الاحوال بيروح رائد الفضاء الروسي كوز للكويكب وبيلمسه وبيقف عليه كمان عشان يكون حرفيا اول بشري يقدر يلمس كويكب في التاريخ. طبعا بيكونوا كوز وإيد والكل حتى اللي على الارض مبهورين بالانجاز العظيم ده، وبيفضلوا بقى يحتفلوا مع بعض. بعد بقى ما خلصت الليله بيشوف إيد رساله جايه له من بنته كيلي، واللي بنعرف انها حاليا عايشه على الارض مع ابنها الطفل اليكسي، واللي سميته اليكسي على فكره تيمنا بابو اليكسي اللي مات. المهم بيكون عايش مع كيلي ست كده بنعرف ان اسمها اولجا، وانها يعني ام اليكسي اللي مات، وحاليا قاعده معاهم يعني كعيله وكده. في المجمل بعد ما شاف إيد الرساله واطمن على كيلي وابنها بيرجع بقى لقياده السفينه تاني، وبيبدا يتابع الشغل مع كوز واتنين رواد فضاء كده معاه اسمهم باركر وسام. وكوز وباركر وسام على فكره في الوقت ده كانوا بيحاولوا يربطوا الكويكب بالسفينه الفضائيه بتاعت إيد، لان المفروض ان بعد كده إيد هيسحب الكويكب ده ويروح بيه للمريخ بحيث يكتشفوه هناك وياخدوا منه المواد اللي فيه، لانها مواد غاليه على فكره وهتفيد البلد. وفعلا بيخلصوا كوز وباركر وسام شغلهم وبيربطوا الكويكب كويس وبيرجعوا مره تانية للسفينه. ولحد هنا ما كانش فيه مشاكل. المشاكل بقى بتبدا لما اجهزه إيد بتقرا ان الكويكب بيتحرك، وفعلا بيبدا الكويكب يتحرك وبتبدا الحبال المربوطه بيها تتفك. ساعتها تواصل إيد مع بيترز في القاعده وساله يعمل ايه، فامر بيترز انه يعني يفك الكويكب خالص ويرجع بالسفينه على المريخ. فبيوافق إيد وبيكون هيعمل كده، بس اتدخل كوز في الموضوع وعرف إيد انه هيخرج للفضاء وهيحاول يربط الكويكب من جديد بنفسه، لكن بيقرر باركر ان هو يخرج معاه يساعده. فعلا بيلبسوا هما الاثنين بدلهم الفضائيه وبيخرجوا عشان خاطر يربطوا الكويكب، لكن للاسف الكويكب بيفضل يتحرك بعنف وبسبب كده بيبدا يكسر الحبال والجهاز المربوطه بيه. في الوقت ده بيتصاب باركر وبيموت. اما بقى كوز فللاسف رجله بتتصاب والبدله بتاعته بتتخرم، وده معناه انه قدامه ضايق حرفيا ويموت. فبيفقد كوز الامل ان حد ينقذه وبيطلب من إيد انه يفك الحبال اللي رابطه الكويكب ويسيبه هنا ويمشي عشان خاطر يحافظ على السفينه وعلى نفسه. وقتها بيرفض إيد يعمل كده، لكن كوز بيصر انه كده كده اصلا هيموت، مش لازم يعرض كل اللي في السفينه لخطر. إيد اتأثر جدا يا صديقي بالكلام ده، وغصب عنه للاسف وافق على كلام كوز وفك الحبال اللي رابطه الكويكب، وفك كوز هو التاني وسابهم وبدا يتحرك بالسفينه وهو بيبص بحزن لكوز ويودعه بنظراته الحزينه، وطبعا بيموت كوز في الاخر.
بعد اللي حصل ده بعت ايد رسالة لبنته كيلي وعرفها انه قرر يستمر في المريخ لفترة اطول بحيث يشوف هيعملوا ايه الفترة الجاية. طبعا كيلي بتشوف الرسالة دي وبتتضايق ان حرفيا ابوها بقاله سنين في الفضاء وسايبها كده. بس عموما يعني بما اننا على الارض يا صديقي بنسيب دلوقتي كيلي وبنروح لرائدة الفضاء داني، واللي بنعرف انها تقاعدت من مدة عن العمل في وكالة ناسا، وبتكون داني حاليا في بيت دان ابن جوردو وتريسي، وبتكون جاية حاليا عشان خاطر تزور امبر مرات دان وبنتها كمان ايفري اللي المفروض عيد ميلادها النهارده. وبنعرف كمان يا صديقي ان دان اصبح مش موجود حاليا، لكن حقيقة لسه منعرفش هل مات ولا ايه بالظبط. مهم ان داني بتفضل قاعدة في العيد ميلاد وهي مبسوطة، لكن بعد شوية بتشوف داني في الاخبار ان كوز مات، فبتزعل داني جدا لانها اشتغلت مع كوز فترة طويلة من عمرهم وكانوا اصدقاء كمان. مهم تاني يوم بقى بتيجي مكالمة لداني انها تروح للناسا، فعلا بتروح للناسا وهناك بتقابل ايلاي مدير ناسا، وفي الوقت ده بقى بيعرض ايلاي على داني انها ترجع للشغل من جديد وتسافر للمريخ وتاخد مكان بيترز، لكن داني بترفض وبتسيب ايلاي دلوقتي وبتمشي. واثناء ما كانت داني ماشيه من الوكاله قابلت رائد فضاء صديقها قديم اسمه ويل، والفضل يسلم عليها بعد كده يسالها بتعمل ايه هنا، فبتعرفه داني بعرض ايلاي ليها، لكنها بتعرفه برضو انها رفضت العرض لانها يعني كانت السبب في اللي حصل لداني على المريخ ومش عايزه تتسبب في حاجه وحشه تاني لاي حد. وهنا صديقي بنعرف ان غالبا دان مات على المريخ بعد ما داني حبسته لوحده في السفينه، ومن وقتها وهي حاسه بالذنب، وطبعا يعني هتاكد من الكلام ده كله قدام. المهم يعني ان ويل عرف داني انها مش السبب في اللي حصل لدان، وان يعني ده كان نصيبه مش اكتر من كده، وبنصحها انها خلاص ترجع للشغل من تاني. في اللحظه دي بتوافق داني على كلامه وفعلا بتقرر ترجع للشغل، وهنشوف عملت ايه قدام. اما دلوقتي بقى فبنروح لمايلز. مايلز يبقى صديقي راجل بسيط جدا وعلى قد حاله، وزمان كان بيشتغل في منصات استخراج البترول وكده، بس الشغل ده وقف دلوقتي. المهم يعني حاليا مايلز بيروح لبيته وبيقابل مراته ماندي، وبنعرف من كلامهم كده ان مايلز وماندي منفصلين من فتره، وماندي يعني عايزاه يطلقها بشكل رسمي، لكن مايلز عرف ماندي انه اخيرا ليه شغل وقريب جدا حياتهم هتتحسن، فيعني ملوش لازمه الطلاق. وعرفها مايلز انه هيشتغل مع شركه هيليوس للفضاء، وشركه هيليوس دي يا صديقي للعلم هي نفس الشركه اللي قلت لك قبل كده ان دايف كان بيملكها الموسم اللي فات. مهم ان مايلز عرف ماندي ان الشركه محتاجه عمال كتير يشتغلوا على منصات البترول، لانهم يعني هيروحوا للقمر وهيستخرجوا من هناك مواد كتير، وعرفها انه ان شاء الله هيتقبل في الشغلانه دي وحياتهم وقتها هتختلف خالص. وقتها بس بتقرر ماندي انها مش هتتطلق من مايلز، وشبه يعني بيتصالح وبس. بعد كده مايلز راح لشركه هيليوس، وهناك قابل موظف اسمه توم. توم بقى عمل مقابله مع مايلز وعرفه انه هيقدر يسفره للقمر ويشتغل، ولكن بعد سنتين كاملين من دلوقتي، لان ده اول وقت حرفيا يكون فاضي يقدر هو يسافر يشتغل فيه. في اللحظه دي بيحبط مايلز جدا لانه كده هيقعد سنتين من غير شغل، فبيقرر انه ما يقبلش بالوظيفه دي وبيكون خلاص ماشي وهو محبط. لكن توم بيعرض على مايلز انه يسافر للمريخ بدل القمر، ويقدر يسافر لهناك ويشتغل وبعد وقت بسيط جدا كمان. لكن توم بيحذره انه على المريخ هيضطر يقعد فتره طويله جدا تقريبا سنتين، بعد كده عادي ممكن يعني يرجع للارض على عكس القمر اللي بتكون رحلتها فتره بسيطه جدا مش اكتر. في الوقت ده بيفكر مايلز وفي النهايه بيوافق انه يسافر للمريخ وبيقبل بالوظيفه دي لان ما عندهوش حل تاني، اسرته عاوزه فلوس وبس. بعد الكلام ده بيروح مايلز لماندي وبيعرفها اللي حصل، فطبعا بتقلق ماندي لما بتعرف انه هيسافر للمريخ وياخد سنتين كاملين، لكن مايلز بيعرفها ان في المقابل هو هيقبض فلوس حلوه جدا، ويعني دي انسب وظيفه لي، فبتوافق ماندي على كلامه وبتتمنى له الخير. وهنشوف مايلز هيعمل ايه على فكره، ولكن كالعاده قدام. دلوقتي بقى بنسيب امريكا خالص وبنروح لروسيا. بنشوف مارجو اللي حاليا بتكون عجزت جدا، وبتكون مارجو عايشه في روسيا في وحده وحزن شديد، انها عمرها ما توقعت ان نهايتها هتبقى كده وهنا. وحاليا بقى بتصحى مارجو من النوم وزي كل يوم بتنزل من بيتها تتمشى، وطبعا بتشوف واحد تبع المخابرات الروسيه واقف قدام بيتها بيراقبها كالعاده، فبتتضايق مارجو لكن مش بتعمل حاجه، بتروح تجيب اكلها وبتفطر. بعد كده بتجيب الجرايد زي روتين كل يوم وبترجع من تاني على بيتها عادي خالص. ولما بترجع على بيتها بتشوف دلوقتي في الاخبار اللي حصل في الفضاء وموت رائد الفضاء كوز، فبتتصل مارجو بوكاله الفضاء الروسيه وبتطلب تتكلم مع رئيسه الوكاله لينارا، وبتكون مارجو عاوزه تتكلم مع لينارا عشان خاطر يعني تنصحها تعمل ايه في موقف زي ده. لكن بيرد على مارجو حد من الوكاله وبيعرفها ان لينارا مش هينفع تكلمها، فبتضايق مارجو وبتاخد بعضها وبتروح على الوكاله على امل برضو انها تقابل لينارا، لكن مش بتعرف تقابلها. وبيجي مارجو دلوقتي ظابط في المخابرات وبينصحها تمشي وما تجيش هنا تاني والا ممكن تتضرر، فبتوافق مارجو على كلامها وهي خايفه وبتمشي. تاني يوم بتنزل مارجو كالعاده تقعد شويه في الشارع تشم هوا، وحاليا بقى بتيجي ست كده بتقعد جنب مارجو وبتفضل تقول لمارجو كلام غريب، وبيكون واضح ان الست دي عارفاها، لكن مارجو يعني ما بتكونش فاهمه منها اي حاجه. بس في المجمل الست دي بتمشي وبتسيب ورقه كده مع مارجو، فبتاخد مارجو الورقه دي فبتلاقي مكتوب عليها رقم، فبتستغرب من الرقم ده لكنها بتحتفظ بالورقه او الكارت اللي معاها ده يعني عشان تبقى تكلم الرقم اللي فيه بعدين.
في المجمل بعد كام يوم من كل ده بنشوف سفينة ماشية في الفضاء ورايحة على المريخ، وبيكون على السفينة دي داني وكمان مايلز، واللي رايحين للمريخ زي ما قلنا عشان خاطر يبدأوا رحلتهم وشغلهم. بعد فترة محترمة بيوصلوا فعلا للمريخ، وبنشوف حاليا مايلز أول ما بيوصل هو وكل العمال اللي معاه بيروحوا لكبير العمال اللي تبع شركة هيليوس واللي اسمه بامر. بامر على طول فضل يعرف الكل التعليمات بتاعتهم كعمال هنا في القاعدة، بعدها خدهم عشان يوديهم الأوض اللي هيعيشوا فيها، واللي بتكون يعني أوض تحت الأرض حرفيا على عكس رواد الفضاء والناس المهمين في القاعدة واللي بيقعدوا في أدوار عالية وحلوة جدا بتطل على المريخ في منظر من أروع ما يكون. المهم بيوصل مايلز مع الكل للدور اللي هيعيش فيه مع العمال، وفي الوقت ده بيشوف مايلز أوضة كده مكتوب عليها خاصة بكوريا الشمالية، فبيسأل دلوقتي عنها بامر، فبيعرفوا بامر إن القاعدة هنا فيها رواد فضاء كتير ومنهم كمان من كوريا الشمالية، لكن يعني الكوريين مش بيحبوا يتعاملوا مع اي حد، وبالتالي متحاولش تتعامل معهم افضل لك. فبيوقف مايلز عادي خالص وبيعدي الموقف. بعدها اداله بامر امر الشغل بتاعه، وهنا بقى بيكتشف مايلز انه مش هيشتغل في التنقيب زي ما كان فاهم، لان اصلا التنقيب على المريخ هنا قل جدا، وبالتالي هيشتغل في الصيانه، يعني اي حاجه بايظه في القاعده هنا ولا هنا يصلحها. وده طبعا بيضايق مايلز جدا، ده شغله قليل جدا ورخيص ومش شغله اصلا، بس لان ما باليد حيله مش بيقول مايلز اي حاجه وبيوافق على الشغل عادي. بعدها راح مايلز الاوضه اللي هينام فيها، وبيكون فيها عمال تانيين منهم عامل اسمه خيراردو وعامل اسمه ايليا وكمان عامله اسمها سام، وايوه دي سام اللي كانت مع باركر وكوس بره في الفضاء عشان يعني يربطوا الكويكب. المهم بيروح مايلز للسرير اللي هينام عليه، واللي بيكون عليه صوره بتاعت باركر اللي مات، لانه اصلا كان سرير باركر. وقتها بتاخد سام من مايلز الصوره لان باركر كان صديقها فهتحتفظ بيها يعني، فمش بيعترض مايلز وبيعدي الموقف. وبس بيعيش مايلز في الاوضه مع باقي العمال، وفي مره بيكون مايلز عاوز يتفرج على فيديو بعته له مراته ماندي مع بناته، لكن الفيديو مش بيشتغل، فبيسال مايلز خيراردو عن المشكله دي، فبيعرفوا ان الشبكه هنا مش بتغطي الادوار بتاعتهم لانهم في الادوار الدنيا، لكن الشبكه بتشتغل عادي جدا وحلوه في الادوار العليا بتاعت رواد الفضاء. وقتها بيتضايق مايلز وبيحس ان في تفرقه جامده في التعامل وبيبدا بجد يزعل. بس في المجمل بيعدي مايلز الكلام ده وبيبدا يباشر شغله على القاعده، وطبعا مش بيكون مبسوط على فكره لانه عامل مش اكتر من كده، وكمان رواد الفضاء بيعاملوه باستكبار واستحقار. في يوم بقى كان قاعد مايلز بيتغدى مع صديق ليه عامل هنا على القاعده اسمه ريتش، والاكل طبعا كان سيء جدا، فساعتها فضلوا مايلز وريتش يعترضوا على كل الاكل ده، فجات لهم سام وعرفتهم ان الاكل بتاعهم هو الاكل السيء ده ولازم يتعودوا عليه وخلاص، وتعرفهم سام برضو ان رواد الفضاء اكلهم افضل بكتير جدا، وده برضه بيضايق مايلز اكتر واكتر واكتر. بس تعرف كل المشاكل دي كان مايلز قادر يتعامل معاها عادي، لكن اللي مايلز مش بيقدر يتعامل معاه هو مرتبه، لان بعد فتره لما بينزل له المرتب بيلاقيه مايلز اقل بكتير جدا جدا من المرتب اللي الشركه اتفقت معاه فيه على الارض. فبيسال سام على الموضوع ده، فبتعرفوا سام ان مرتباتهم بيتخصم منها ضرائب كتير جدا وحاجات كتير تانية مش بيتقال عليها على الارض وهم بيجيبوا العمال عشان خاطر يلبسوهم ويجيبوهم هنا. ساعتها بيتعصب مايلز جدا ومش بيقدر يمسك نفسه، فبيروح لبامر يشتكي له، لكن بيجي له وقتها ايد، وبيفضل ايد يزعق فيه ويعرفه انه لازم يستحمل لان كلهم هنا بيعانوا ومش هو لوحده اللي بيعاني. في اللحظه دي مش بيعرف مايلز يعمل ايه وبيسيب المكان وبيمشي. على الناحيه التانيه بنشوف بقى ان داني اول ما بتوصل للقاعده هنا بيكون وضعها مختلف تماما تماما، لانها طبعا رائده فضاء وجايه كمان تشتغل كقائده، فيعني وضعها مختلف 100% وافضل من مايلز والعمال بكتير. اول ما بتوصل داني بيجي لها ايد يرحب بيها، بعدها بيفضل ايدي يلف مع داني هنا وهناك في القاعده ويفرجها على اخر التطورات اللي عملوها هنا واللي خلت الحياه على القاعده هنا مرفهه بشكل مش طبيعي، بس ده طبعا لداني وايد واللي زيهم مش للعمال. المهم بعد كده بياخد ايد داني للمطعم، واللي بيكون مطعم فخم ولا افضلها مطعم على الارض، وطبعا بيتقدم فيه افضل الوجبات مش زي برضو الاكل الزباله بتاع العمال. في المجمل اتكلمت داني مع ايد حاليا وعرفته انها عايزه تصلح القمر الصناعي بتاع الشبكه عشان خاطر العمال اللي في القاع يقدروا ان هم يتواصلوا مع عائلاتهم زيهم، فبيوافق إيد على كلامها وبالفعل بيبعتوا رواد الفضاء للقمر وبيقدروا ان هم يصلحوه، وده بيفرح داني جدا. وبنشوف ان ده بيأثر على العمال على فكره، لانهم اخيرا بيقدروا يتواصلوا مع عائلاتهم زي مايلز حاليا، بينجح يتفرج على فيديوهات مراته وبناته وبيكون فرحان بشكل مش طبيعي. فبيقرر مايلز يصور لهم هو التاني فيديو، ولكن للاسف بيكذب اثناء ما كان بيصور الفيديو، وبيعرفهم انه عايش حياه جميله جدا بحيث يعني ما يزعلوش عليه. وتكون سامعه على فكره في الاوضه وسمعت الكلام ده كله، فبتتضايق على مايلز وبتقرر ان هي تفكه شويه من جو الحزن ده. فبتاخده سام لاوضه كده في القاعده محدش يعرف عنها خالص، وبتكون الاوضه دي بتاعت العامل ايليا اللي اتكلمنا عنه قبل كده، وبيكون ايليا بيصنع هنا خمور وويسكي وحاجات زي كده، وكمان كل العمال بيتجمعوا عنده وبيلعبوا وما الى ذلك، والجو ده بقى بيبسط مايلز جدا وبيخرجه شويه من الحزن اللي هو فيه. حاليا بقى بنسيب المريخ وبنتجه على الارض. بنكون حاليا مع إليدا، واللي بتكون حاليا قاعده في بيتها بتصلح التلفزيون، فبيجي لها دلوقتي جوزها فيكتور وبيتكلم معاها.
فبنفهم من كلامهم ان إليدا من كام اسبوع كده قررت تسيب ناسا نهائيا لانها مش قادرة تتعامل مع الشغل من بعد موت مارجو، انها فاكرة زي ما قلنا ان مارجو ماتت. المهم ان فيكتور جوز إليدا بينصحها تروح لدكتور نفسي او تحاول ترجع لناسا عشان تشغل نفسها بدل الحياة الغريبة اللي هي بقت عايشاها. فبتوافق إليدا على كلامه، وتاني يوم بتاخد بعضها وبتروح لناسا بحيث ترجع لشغلها. وهناك بيقابلها إيلاي واللي بيتفق معها على رجوعها للشغل وما إلى ذلك. واثناء ما كان إيلاي بيتكلم مع إليدا بيجيب دلوقتي سيرة مارجو، فبتفتكر إليدا الانفجار اللي حصل في الوكالة وموت مارجو وكده، وده بيضايق إليدا تاني وبيوترها. فبتعرف إيلاي إنها مش هتقدر ترجع للشغل وإنها مستقيلة بشكل نهائي، وبتسيب المكان وبتمشي. بعد شوية من كل ده بنشوف إيلاي مع كيلي في مركز أبحاث كده تابع لناسا، وبنعرف إن كيلي بتشتغل في المركز ده على أبحاث كتير متعلقة بالكشف عن الميكروبات أو أي حاجة حية على المريخ، لأن كل الكلام ده طبعا مهم جدا وممكن يثبت إن في حياة برا كوكب الأرض، ويعني هيكون موضوع مهم جدا للبحث وما إلى ذلك. لكن حاليا إيلاي فاجأ كيلي إنه مضطر يأجل المشروع بتاعها شوية لأن مفيش فلوس كافية للمشروع ده. طبعا كيلي بتتضايق بشكل مش طبيعي وبتاخد بعضها وبتروح الحانة هناك بحيث تغير جو. بالصدفة بتقابل في الحانة دي إليدا، فبيقعدوا سوا وبيفضلوا بقى يتكلموا عن مشاكلهم مع الوكالة، وبتحكي كيلي لإليدا كل حاجة بخصوص أبحاثها وإن ناسها هتوقفوا وكل الكلام ده وبس. بيفضلوا يشربوا كتير جدا للأسف لأنهم طبعا ما يعرفوش ربنا. وتاني يوم بتصحى كيلي فبتلاقي نفسها في بيت إليدا أساسا لأنها سكرت جدا ونامت، فجابتها يعني إليدا على هنا. المهم حاليا قعدت كيلي مع إليدا وعرفتها إليدا إنها عندها فكرة حلوة كده عشان تشتغل على مشروعها. الفكرة باختصار ان كيلي هتعرض مشروعها على جهات مستقلة عشان خاطر يمولوه وهتسيب ناسا خالص. وبتعرف إليدا كيلي انها هتشاركها وهيشتغلوا سوا لحد ما يحققوا المشروع ده. طبعا بتتبسط كيلي وبتقرر تعمل كده فعلا، وهنشوف هي وإليدا هيعملوا الكلام ده ازاي بس قدام. على الجانب الاخر بقى في روسيا بنشوف حاليا مارجو بتصحى من النوم تتفرج على التلفزيون كعادتها، فبتلاقي ان معظم قنوات التلفزيون مقفولة. طبعا بتستغرب وبتروح تجرب التليفون، فبتلاقي التليفون حرارته قطعة، فبتستغرب اكتر وبتحس ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل. المهم بتنزل بقى مارجو بحيث تجيب فطارها والجرايد زي كل يوم، لكنها النهارده بتتفاجئ ان الشخص اللي كان بيراقبها مش موجود، وده بيخليها تقلق اكتر لان حرفيا هي من يوم وصلها روسيا والضابط ده بيراقبها كل يوم حرفيا، مش بيمشي من قدام بيتها نهائيا، فكونه انه مش موجود دلوقتي دي حاجه تحير. المهم ان مارجو كملت طريقها وراحت للمطعم تشتري منه اكل، فمش بتلاقي حد خالص في المطعم، ولما بتسال صاحب المطعم ايه اللي بيحصل في البلد مش بيرضى يقول لها. فبتعدي مارجو الموقف وبتروح على الكشك تشتري جرايد، لكنها بتتفاجئ ان في ناس كتير حوالين الكشك، ان حاليا الشرطه كانت بتحاول تقفل الكشك بالعافيه، وده لان يعني المفروض حاليا البلد بيحصل فيها حاجه برضو مش مظبوطه وعملوا حظر. المهم ان الناس بيكونوا رافضين ان الشرطه يقفلوا الكشك، وبيفضلوا الناس يقولوا ان في انقلاب حصل على الرئيس الروسي حاليا وبسبب كده بيحصل كل ده، لكن كل الجنود مش بيهتموا بكلام الناس وبيحاولوا يقفلوا الكشك بالعافيه، وبالتالي بيحصل ضرب بين الشرطه والناس. ووسط كل ده بتلاقي مارجو ان في واحد من الجنود بيضرب صاحب الكشك العجوز، فبيصعب على مارجو وبتحاول تمنع الجند ده، فبتتضرب هي التانيه، بس للاسف مش بس كده ده كمان بيتقبض عليها. المهم بعد كده بنشوف مارجو بتتنقل في عربيه الشرطه للسجن، وبيكون مع مارجو ناس كتير برضه يتقبض عليهم منهم صاحب الكشك اللي كانت مارجو بتدافع عنه. المهم ان مارجو بتساله في ايه بالظبط، فبيعرفها صاحب الكشك ان الشرطه مواليه للرئيس الجديد اللي عمل انقلاب على الرئيس الروسي، والعلم اسم الرئيس الجديد اللي عمل انقلاب هو كورجونكو. وبيعرفها صاحب الكشك دلوقتي ان لما الشرطه يحققوا معاها لازم تبين انها مواليه لكورجونكو عشان خاطر ما يحصلهاش اي حاجه. وبس بتروح بعد كده مارجو للسجن، وبيجي ضابط هناك حقق معاها. الضابط ده اتهمها انها كانت في مظاهره ضد كورجونكو، وعرفها كمان انه ليه معاها كارت عليه رقم غريب، وبيسالها الضابط الكارت ده معاها ليه ومين الدوله. فبتعرفه مارجو ان في ست كده اديتها الكارت ده، متعرفش مين الست دي نهائيا ولا عاوزه منها ايه. في الوقت ده بيكون الضابط لسه هيكمل تحقيقه مع مارجو، لكنه بيسمع صوت ضرب نار من بره القسم، فبيخرج يشوف في ايه. ومعداش وقت طويل جه لمارجو جنرال تاني في الجيش. الجنرال ده عرف مارجو انه تابع للرئيس اللي تم الانقلاب عليه، وبالتالي جه لهنا وسيطر على القسم كله. وحاليا بقى بيجيب الجنرال الضابط اللي كان بيحقق مع مارجو وبيساله ايه مشكله مارجو دي. فعرفه الضابط انه ليه معاها كارت عليه رقم وما كانش يعرف الرقم ده بتاع مين. وبيعرف الضابط انه شك انها تبع الرئيس القديم وبتتواصل مع جماعه ما او كده، ففضل يعني يستجوبها بحيث يعرف كل الكلام ده. في الوقت ده الجنرال عرف الضابط انه غبي، ان الرقم ده تابع للوحده الثانيه في المخابرات الروسيه، ودي اصلا وحده مع الرئيس المنقلب اللي اسمه كورجونكو، يعني تبع الضابط اصلا لانه مع الرئيس المنقلب. وبيخلص الجنرال كلامه وبيقتل الضابط ده. بعدها الجنرال ده بقى بيربط مارجو وبيحاول يفهم منها بكل الطرق الكارت ده كان معاها ليه ومن اللي اداهولها وايه دورها في الانقلاب اللي حاصل دلوقتي. فبتفضل دلوقتي مارجو تقول انها ملهاش دعوه باي حاجه، وان في واحده بس ما تعرفهاش هي اللي اديتها الكارت ده، وما كانتش تعرف ان الواحده دي تبع جماعه بتعمل انقلاب ولا اي حاجه. طبعا الجنرال مش بيصدق الكلام بتاع مارجو فبيسيبها وبيمشي. بعد فتره بسيطه بيرجع لها تاني وبيفضل برضو يسالها على امل تقول له الحقيقه، لكن مارجو بتاكد له انها ما تعرفش اي حاجه زياده،
في اللحظة دي بيجي ضابط للجنرال وبيعرفه مفاجأة، ألا وهي أن كورجونكو بقى رئيس روسيا بشكل رسمي خلاص، وأن حاليا في أوامر أنه يخرج مارجو. في اللحظة دي غصب عنه الجنرال بيمشيها مع الجنود، ودلوقتي بياخدوا مارجو عشان خاطر تقابل الست اللي سبق وقابلت مارجو وديتها الكارت. الست دي عرفت مارجو ان اسمها ايرينا وانها تابعة للرئيس الروسي الجديد كورجونكو. ولما الرئيس الروسي كورجونكو مسك الحكم بشكل رسمي، عين ايرينا دي كرئيسة لوكالة الفضاء الروسية، وبتطلب ايرينا حاليا من مارجو انها تشتغل معاها. فبتوافق مارجو في الحال لانها حرفيا ليها ايام متمرمطة، وهنشوف طبعا مارجو هتعمل ايه اكتر ولكن قدام. على الناحية التانية في الفضاء بنشوف ايدو داني ومعاهم رائدة فضاء سوفيتية اسمها سفيتا، بيشوفوا دلوقتي الاخبار ويعرفوا منها عن الانقلاب اللي حصل في روسيا، وده بيقلق سفيتا وبتكون عاوزة تطمن على اهلها باي شكل، لكن للاسف كل الاتصالات في روسيا مقطوعة. وقتها بيفضل يواسيها ايد ويعرفها ان اكيد يعني اهلها بخير. بعد كده بيدخلوا ايد وسفيتا يعملوا محاكاة كده على مهمة هيعملوها قريب جدا. الفكرة بقى يا صديقي ان ايد وهو بيعمل المحاكاة دي بتبدأ ايده تترعش، وبنعرف ان ايد بتترعش كده بسبب تقدمه في السن وطبعا الامراض الكتيرة اللي اتصاب بيها زي اي حد عجوز. في المجمل بتخلص المحاكاة وبتعرف سفيتا ايد انها تعبانة جدا، فبيعرفها ايد انه عنده حل لتعبها ده، وبياخدها ايد للمكان اللي بيزرعوا فيه هنا في القاعدة، وبيوري ايد لسفيتا مكان كده سري بيكون زارع فيه ماريجوانا حرفيا. وبنعرف ان ايد مدمن على الماريجوانا من وقت ما كارين ماتت، وحاليا زاد جدا في شربها بسبب رعشة ايده دي على امل انها تسكن له امراضه وايده تبقى طبيعية. طبعا بتتعاطف سفيتا مع ايد، بعدها بتفضل تشرب معاه من الماريجوانا دي بحيث يعني تعبها هي التانية يروح. طبعا كل الكلام ده صديقي غلط، ويعني الحاجات دي اصلا بتدمر الصحة ومش بتعمل اي تسكين ولا اي حاجة. في نفس الوقت ده كان مايلز بيشوف فيديو بعتته ليه مراته، وبتعرفه في الفيديو ده انها هتضطر تشتغل لان الفلوس اللي بياخدها من شغله على المريخ قليلة جدا جدا، وده بقى يا صديقي بيحبط مايلز جدا جدا، وبتبقى القشة التي قسمت ظهر البعير، فبيقرر بقى يتصرف. في المجمل بعد شوية بيروحوا مايلز وسامي يسهروا في الحانة السرية بتاعت إليا، وبيستغل مايلز الفرصة وبيتكلم مع إليا وبيعرفوا انه عاوز يشتغل معاه هنا، فبيوافق إليا وبيعرف مايلز انه بيشتغل في الحانة هنا وبيبيع الخمور اللي بيصنعها بنفسه، وكمان بيشتغل في التهريب لانه ليه ناس كتير على الارض بيحطوا اي حاجة هو عاوزها في المؤن اللي بتوصل للمريخ دايما. وسط المؤن دي بتيجي بقى حاجات إليا اللي مهربها من الارض عشان يعني يبيعها هنا ويزود مكاسبه، وبيبدا بقى إليا يعلم مايلز اصول الشغلانه. ومن اللحظه دي بيشتغل مايلز مع إليا في التهريب، وطبعا ده بيزود فلوسه ودخله جدا جدا. المهم في مره بقى بيعرف مايلز ان الاله بتاعت إليا اللي بيعمل بيها الخمره فيها مشكله كده، وهي انها بطيئه، فبيقرر مايلز يحل المشكله دي. بس المشكله مش بتتحل لان المكنه مش بتبقى تعبانه، لا دي بتبوظ خالص، وده بقى بيعصب إليا فبيطرد مايلز من الشغل. ساعتها بيروح مايلز يقعد مع سام وريتش صحابه وبيعرفهم اللي حصل مع إليا، وانه محتاج يعني منظم حرارة بحيث يستخدمه في الالة بتاعت إليا ويشغلها بحيث يرجع يشتغل معاه من جديد. وقتها بيبدأ ريتش يبحث في القاعدة كلها على منظم الحرارة اللي عاوزه مايلز، فمش بيلاقي المنظم ده في اي مكان على القاعدة الا في مكان واحد بس، وهو القسم بتاع الكوريين، ودول بقى مش هيردوا نهائيا يدوا لمايلز اي حاجة. بس مايلز مش بيأس وبيقرر ان هو يتصرف، وبيروح مايلز للقسم بتاع الكوريين وبيعمل نفسه يعني انه جاي يعمل صيانة في المكان مش اكتر من كده. وسط بقى مايلز عامل نفسه شغال بيسأل المنظم، لكن بيجي المايلز واحد من رواد الفضاء الكوريين اسمه جونج، وده سبق وشفناه في الموسم اللي فات يا صديقي لو انت فاكر. مهم يعني جونج بيكون شاف مايلز وهو بيسأل المنظم، لكن جونج بيعرف مايلز انه مش هيعمل له اي حاجة، ولكن عاوز بس في المقابل انه يقابل إليا وهيسيبه ياخد المنظم. فبيوافق مايلز جدا وبياخد جونج عشان يقابل إليا. وقتها بقى بيعرف جونج إليا انه عاوز منه طلب، والطلب ده هو انه بما انه اصلا بيهرب حاجات من الارض على هنا، يهرب له مراته من الارض ويجيبها له هنا على القاعده في المريخ. طبعا إليا بيستغرب جدا من طلب جونج لانه شبه مستحيل، ولسه بقى ما نعرفش هينفذه له ازاي، لكن هنعرف قدام. على الجانب الاخر بقى على الارض بنشوف ان إليدا وكيلي بيروحوا لشركه هيليس بحيث يعرضوا عليهم المشروع بتاعهم على امل تطويره، وبيكون المشروع حاليا اكتمل. وبيعرفوا إليدا وكيلي ان مشروعهم باختصار هو صنع روبوتات متطوره جدا. الروبوتات دي بقى دورها ان هي تفضل تلف على المريخ وتبحث فيه عن اي ميكروبات او جسم حي بشكل عام يعني، بحيث يدرسوا الاجسام دي ويعرفوا بقى طبيعه الحياه على كوكب المريخ للكائنات الحيه زي الميكروبات وما الى ذلك. في اللحظه دي للاسف مجلس الاداره بيرفض الكلام ده نهائيا، لكن صديقي إليدا وكيلي مش بيياسوا وبيروحوا لديف لو تفتكروا، وبيطلبوا منه ان هو يمول مشروع. فبيعرفهم ديف انه من زمان من وقت ما كارين مشيته من اداره الشركه وهو ملوش اي شغل في الشركه ولا ليه اي راي، وليه بس يعني شويه اسهم بياخد عليها ارباح كل شهر بيعيشه ملك ومش اكتر من كده، وحاليا عايش في حاله في سكون وهدوء، وبالتالي مش هيقدر يساعده. وقتها بتضايق كيلي وإليدا وبيسيبوا ديف وبيمشوا. لكن بعد فتره بيروح ديف يزورهم وبيعرفهم انه غير رايه وقرر يمول مشروعهم، ولكن عشان يمول المشروع ده محتاج انه يرجع رئيس اداره شركه هيليس، وده ديف مش قادر يعمله لوحده لان الاسهم اللي معاه مش اكتر من نص اسهم الشركه، وبالتالي ما يقدرش يرجع نفسه للاداره الا لو معاه على الاقل نص اسهم الشركه وحاجه بسيطه زياده.
وبيعرف ديف كيلي انها معاها اسهم كتير في الشركه، ودي الاسهم اللي ورثتها عن امها كانت. وبيعرفها ديف انها يعني لو اتحدوا سوا وجمعوا اسهمهم على بعض هتكون اسهمهم اكتر من قيمه النص، وبالتالي بكده يقدروا ياخدوا مركز الاداره. فتوافق كيلي جدا على كلامه، وعلى طول بيروحوا ديف وكيلي وليدا للشركه، وبيعرف ديف كل مجلس الاداره ان الشركه خلاص رجعت له، وان بقى رئيس مجلس الاداره من جديد. ومن اللحظه دي بقى بيقدروا ديف وليدا وكيلي ان هم يبداوا شغلهم على طول عشان خاطر يكتشفوا هل في حياه على المريخ ولا لا. دلوقتي بقى بنرجع مره تانية للمريخ، وبنشوف صديقي ان للاسف الاحداث اللي حصلت على الارض والانقلاب اللي حصل في روسيا وصل تاثيره للمريخ. ان مثلا بتكون سفيتا رائده الفضاء الروسيه خارجه مع زميل ليها روسي للمريخ يقوموا بشويه شغل، ويعلم الشخص اللي كان مع سفيتا ده اسمه فاسيلي ويبقى واحد من العمال. المهم ان سفيتا وفاسيلي بيختلفوا سوا، ان سفيتا شايفه ان الانقلاب اللي حصل ده غلط وفاسيلي كان عكسها، وده بيعصب سفيتا جدا لدرجه انها بتزق فاسيلي فبيقع والبدله بتاعته بتتفتح وبيكون هيموت. لكن هي بتلحق سفيتا وبتدخله القاعده وبيكون مريض جدا ومحتاج يتعالج بسرعه. في اللحظه دي بيجتمعوا داني وايد بحيث يشوفوا هيعملوا ايه، وبتقرر داني ان سفيتا هتتحبس في القاعده هنا لمده 60 يوم بسبب اللي عملته ده، بعد كده هتتبعت على الارض. لكن ايد بيرفض، وبيبان كده ان ايد بيحب سفيتا بشكل ما، لكن داني مش بتهتم برايه اصلا، وبتعرف ايد انها خلاص خدت قرارها. بعد كده بتستدعي داني سفيتا بحيث تعرفها القرار، فبتعرفها سفيتا ان الموضوع كده كده مش هيفرق لانها هترجع لروسيا وهتتحاكم هناك على اللي عملته ده بتهمه الخيانه. طبعا بتتصدم داني، وبتكون عارفه انها لو سابت سفيتا ترجع روسيا بنسبه كبيره هتتقتل، لان حاجه زي كده 100% هيحكموا عليها بالاعدام. فبتقرر داني توقف الموضوع ده، وبالتالي بتبعت رساله لايلاي على الارض وبتعرفه انها خلاص مش ناويه تسلم سفيتا وتسيبها ترجع لروسيا خالص، ولازم بقى بنفسه كده يتصرف ويلاقي حل مع الروس عشان سفيتا مش هتسيب القاعده على المريخ. في اللحظه دي بيوافق ايلاي على الكلام، وبيتواصل دلوقتي مع رئيسه الوكاله الروسيه الحاليه ايرينا، وبيعرف ايرينا انه مش ناوي يسلم سفيتا. طبعا بتتعصب ايرينا جدا، وبتعرفوا ان سفيتا لو ما تسلمتش ده معناه انه عاوز يقوم الحرب بين امريكا وروسيا، وبتعرفوا ايرينا انه قدامه مده بسيطه يقرر فيها هيعمل ايه، ولازم يقرر كويس وبهدوء بحيث ما يتسببش في حرب بين البلدين. وبتقفل معاه ايرينا على كده بدون ولا كلمه زياده، وطبعا بيكون ايلاي مش عارف يعمل ايه وهو بين نارين. في مره بقى كان ايلاي قاعد مع مراته كيس وبيفكر يعمل ايه، لحد ما بيقدر يتوصل لفكره عبقريه. الفكره باختصار انه هيسلم سفيتا ولكن مش للروسيين، بل هيسلمها لبعثة الهند اللي على المريخ، والهنود بقى ياخدوهم لبلدهم ويحاكموها هناك، لان الهند دولة محايدة، وبالتالي الروس والامريكان هيردوا بحكمها على سفيتا والمشكلة كده تنتهي. في اللحظة دي الاخبار طبعا بتوصل لداني، فبتقعد مع ايد وتعرفوا انها هتسلم سفيتا للهنود، فبيتضايق جدا ايد لانه شايف ان ده مش صح ولازم يعني يخلوها معاهم لانها منهم. بس للأسف ايد بيبقى سلطته اقل من داني بكتير، وبالتالي بيسمع كلامها. يروح دلوقتي ايد يودع سفيتا، وبتمشي سفيتا فعلا من القاعده في طريقها للارض وبالتحديد للهند عشان تتحاكم هناك، وبالشكل ده بتتحل المشكله. بعدها بنشوف مايلز قاعد يا صديقي مع إليا بيراجعوا سوا شغلهم وما الى ذلك، وفي الاثناء دي عرف مايلز إليا انه عنده حجر هنا من المريخ وبعته لبنته الصغيره على الارض كهديه، لكن الحجر ده كان كريم، فمرات مايلز قدرت تبيع الحجر ده ب $5,000. وبيعرض مايلز على إليا انهم يعني يجيبوا صخور من على الكوكب ويبيعوها للارض ويفضلوا يتاجروا في الصخور دي وفلوسهم هتكتر جدا. لكن يا صديقي إليا للاسف بيرفض لانه شايف ان الموضوع ده هيفتح العيون كلها عليهم، فبيتضايق مايلز وبيقرر ان هو يقوم بالموضوع ده لوحده. وفعلا بيروح مايلز يلبس بدله فضائيه وبيخرج للمريخ يدور على الاحجار الكريمه دي بحيث يعني يبعتها للارض تتباع. بس المشكله ان مايلز وهو بيدور بيقع في مكان كده على المريخ وبيتصاب، لكن الحمد لله بتجيله سام وبتنقذه وبتاخده وبترجع للقاعده، وبيكون مايلز بخير وكله تمام التمام. الناحيه الثانيه بتكون مارجو حاليا بتحضر اول اجتماع في وكاله الفضاء الروسيه مع ايرينا وفريقها. المهم ان بعد ما بيخلص الاجتماع اتكلمت ايرينا مع مارجو وطلبت منها انها تراجع على شغل واحد من اللي معاهم هنا في الوكاله اسمه سميرنف، بحيث يعني تشوف شغله صح ولا غلط. فتوافق مارجو وبالفعل بتراجع على شغل سميرنف وبتلاقي فيه مشاكل كتير، فبتروح لايرينا هي وسميرنف وبتعرف مارجو ايرينا المشاكل اللي تسبب فيها سميرنف، ودلوقتي بيعترف سميرنف انه اتسبب في المشاكل دي فعلا، فبتتعصب ايرينا وبتقرر تعاقبه. والعقاب هنا يا صديقي في الوكاله بالنظام الجديد الروسي شبه حرفيا زي التعذيب وكمان الموت. مهم يعني تاني يوم مش بتلاقي مارجو سميرنف خالص في الاجتماع، وبالتالي بتعرف انه للاسف مات وانها كانت السبب في موته من غير ما تعرف، وده طبعا بيضايقها جدا. ولسه ما نعرفش بقى هل مارجو هتقدر تستحمل تكمل شغل في الاجواء دي ولا لا. بس حاليا بقى بنبدا من كل الاوضاع دي وبنرجع للماضي بحيث نشوف حاجه مهمه جدا جدا بخصوص دان. بنرجع للماضي وبنشوف مره داني وهي خارجه وهي معاها اكل، بتروح للسفينه اللي كان دان عايش فيها لوحده وبتديله الاكل ده، وبتلاحظ داني ان دان حالته وحشه جدا جدا بسبب انه عاش فتره طويله لوحده. المهم بتعدي فتره برضه وبنشوف داني رايحه تدي دان الاكل بتاعه كالمعتاد، وفي الوقت ده بيطلب دان من داني انها ترجعه القاعده وانه مش هيعمل اي مشاكل تاني،
انه بقاش قادر يعيش في الوحده دي كلها لوحده، بس برضه رفض الداني وعرفته انها مش تقدر ترجعه القاعده بعد اللي عمله، لانه طبعا زي ما شفنا كانت سبب في حادثه قويه ماتوا فيها كتير من رواد الفضاء، وده يعني كان عقابه. مهم في كل الاحوال بتعدي فتره برضه، وبنشوف بقى داني وإيد رايحين يدوا اكل لدان كالمعتاد، لكنه في المره دي لقيوا دان بره السفينه اللي كان عايش فيها وميت، وبيعرفوا طبعا كده انه قصد يقتل نفسه بحيث يخلص من الوحده اللي هو كان عايش فيها. بس يا صديقي من اليوم ده بقى حملت داني نفسها مسؤوليه موت دان، لانها كانت السبب انه يخرج من القاعده ويقعد لوحده في سفينه. والعلم إيد برضه شايف ان داني هي السبب في موت دان، وياما لمها جدا على الموضوع ده. بس بتنتهي هنا ذكريات الماضي وبنرجع للوقت الحالي. دلوقتي بقى بنكون عند تلسكوب ما كده، في التلسكوب ده بيكون فيه موظفه كده بتشتغل عليه، حاليا بتلقط كويكب كده. الكويكب ده الموظفه بتعرف انه عليه كميات هائله من الإيريديوم اللي يعتبر ثروه حرفيا، وبيستخدم في كل الصناعات تقريبا. وبناء عليه بقى الاخبار دي بتوصل لإيلاي مدير ناسا، وكمان لإيرينا مديره الوكاله الروسيه، واخيرا ديف مدير هيليس الحالي. ومن اللحظه دي بيقرروا الكل انهم يوصلوا للكويكب ده ويستكشفوه ويطلعوا كل اللي فيه من الإيريديوم، لان الكميه الكبيره اللي عليه دي ممكن تخلي كوكب الارض غني جدا جدا ومفيش فيه فقر نهائيا. ولحد هنا ما كانش فيه اي مشاكل. المشاكل بقى فعلا لما بيطلع الرئيس الامريكي في التلفزيون وبيقول ان الكويكب ده اكتشاف امريكي خالص، وده بقى بيضايق إيرينا واللي على طول بتتواصل مع إيلاي، وبتعرفوا ان الرئيس الامريكي غلط لما نسب الانجاز لامريكا، وكان روسيا وباقي الدول اللي مشاركين في القاعده على المريخ ما شاركوش في الانجاز ده. وبناء عليه بتعرف إيرينا إيلاي ان الرئيس الروسي متضايق جدا من اللي حصل ده، وعاوز كل الدول المشاركين في القاعده على المريخ ان هم يجوا للاتحاد السوفيتي، وكمان معاهم ممثل من شركه هيليس، بحيث كلهم يقعدوا كده قاعده كده في روسيا يتفقوا ازاي يقسموا الإيريديوم اللي على الكويكب ده. في اللحظه بيضطر إيلاي ان هو يوافق وان هو يروح روسيا، والاجتماع ده يحصل في روسيا بسبب طبعا اللي الرئيس الامريكي قاله. على الجانب الاخر بنشوف ان ديف بيستدعي إيليدا وكيلي وبيتكلم معاهم دلوقتي، وبيعرفهم انه ناوي يسافر للمريخ بحيث يشرف على اكتشاف الإيريديوم. وبيعرفهم ديف انه قرر يخلي كيلي تيجي معاه المريخ بحيث تشتغل على مشروعها بنفسها بشكل افضل، اما بقى إيليدا هتفضل في الارض بحيث تحاول توصل لاتفاق مع الامريكان والروس وباقي الدول المشاركين في القاعده هنا عشان يسافروا كلهم لروسيا ويتفقوا هناك. فبتوافق إيليدا وبتقرر فعلا ان هي تسافر لروسيا بحيث تشارك في اجتماع تقسيم الإيريديوم، ولسه ما نعرفش هل إيليدا هتقابل مارجو هناك ولا لا. اما كيلي بقى فبتكون في حيره كبيره ومش عارفه تقبل السفريه دي وتسيب ابنها لوحده، وعشان كده بتقرر كيلي ان هي تفكر في الموضوع قبل ما تقول لديف اي حاجه. المهم بنكمل مع ديف واللي بيروح حاليا لمركز لرعايه اللاجئين من دوله كينيا، الدوله اللي اصلا ديف منها. المهم ان ديف بيدخل المركز وبيقابل ست كده بتدير المركز واللي تبقى ام ديف. بيتكلم ديف مع امه، فبنعرف من كلامهم ان ديف بيكره امه جدا جدا، لانها زمان سابت هو وابوه لوحدهم وهربت منهم وعاشت لوحدها، وبسبب كده ديف بيكرهها جدا. المهم ان ديف عرفها انه جاي النهارده يودعها، انه يسافر المريخ وما يرجعش منه ابدا ويفضل هناك. وبس بعد ما ديف صدم امه بيسيبها وبيمشي عادي خالص. بيروح دلوقتي ديف على شركته، وهناك بتجيله كيلي وبتعرفه انها موافقه تسافر المريخ معاه، ولكن بشرط ان ابنها يكون معاها لانها مش تقدر تسيبه لوحده. فبيوافق ديف فعلا وبيتفقوا على كده. على الجانب الاخر في الفضاء بنشوف ان في مره بيستقبل إيليا شحنه متهربه من الارض كالعاده بحيث يعني يبيعها هنا. المهم ان في الشحنه دي بقى ليه إيليا ان في ورقه كده من جريده الشخص اللي هربها له سايبها له هنا مخصوص. ومن الورقه بتاعت الجريده دي عرف إيليا ان مايلز بدا يهرب الاحجار الكريمه، وحاليا بتتعمل مجوهرات غاليه جدا جدا منها على الارض. طبعا بيتضايق إيليا جدا ان مايلز بيعمل فلوس اكتر منه، ده غير انه كده ممكن بالشكل ده يفضحه، فبالتالي بيقرر إيليا يتصرف مع مايلز. في الاثناء دي بيكون ايدو معاه بامر لو تفتكروا، وكم رائد فضاء تانيين بيتدربوا على محاكاه الالتحام بالكويكب الجديد اللي قرب جدا يوصل لهم. الفكره بقى ان بامر بيشوف حاليا ايدو هي ايدو بتترعش، فبيعرف كده ان ايد عنده مشكله صحيه ومخبيها على الكل. فبالتالي راح بامر لداني وعرفها الموضوع ده، فاتصدمت داني وقررت ان هي تتصرف مع ايد. فبناء عليه قعدت مع ايد وعرفته انها عرفت بمرضه وانه يعني خباه عليها وكل الكلام ده، وده غلط يعني لان مرضه خطير جدا وممكن يوقع الكل في خطر، فكان لازم الكل يعرفه بحيث يعني يتصرفوا. وتعرفوا داني انها فصلته من الشغل هنا نهائيا، ولازم يرجع للارض ويقضي الباقي من عمره مع عيلته في هدوء وسكينه. في الوهيدة بقى بيكون إيد مش طايق داني خالص بسبب موضوع سفيتا ومن قبله موضوع دان، وحاليا بقى انها طردته من الشغل، فبالتالي بيفضل إيد يشتمها ويقول لها انها كانت سبب في موت دان. فبتشتمه داني وهي متعصبه وبتسيبه وبتمشي، ولسه بقى ما نعرفش هل إيد هينزل فعلا للارض ويسكت ولا لا. بتعدي فترة على كل ده وبنوصل لميعاد المؤتمر اللي هيتعمل في روسيا بحيث الكل يتناشوا في تقسيم الإيريديوم اللي موجود على الكويكب. وبنشوف ان في الاثناء دي مارجو كانت في غرفة مراقبة كده وبتتابع كل حاجة في المؤتمر من خلال الكاميرات ومن بعيد لبعيد. في نفس الوقت بتتواصل مع إيرينا بشكل مستمر من خلال سماعة كده، بحيث يعني تقدر مارجو تعرف إيرينا تقول ايه وما تقولش ايه، لان اصلا إيرينا في امور الفضاء يعني على قدها.
المهم ان مارجو اثناء ما كانت بتراقب كل حاجه بتلاقي ليدا وصلت للمؤتمر كممثله عن شركه هيليس، فطبعا في اللحظه دي بتتصدم جدا جدا، لكنها مش بتعمل اي حاجه. بعد كده تبدا ايرين المؤتمر واللي بيكون حاضر فيه لايك ممثل لناسا وكمان ليدا وغيرهم وغيرهم من العلماء التابعين للدول اللي ليهم شغل كتير على المريخ. حاليا اتكلمت ليدا مع الكل وعرفتهم انها محتاجه مركبات فضائيه كتيره جدا جدا عشان تستخدمها على الكويكب ويقدروا يستخرجوا الإيريديوم منه، بس لان التكلفه دي كبيره جدا وكمان العائد منها هيكون بعد عقود زمنيه كبيره مش دلوقتي يعني، الكل بيرفضوا الفكره دي وبيرفضوا اقتراح ليدا اصلا. هما بتتعمل زي حفله صغيره كده في المكان وبتروح ايرينا لإيلاي وليدا وبتفضل تتكلم معاهم، وطبعا بتكون مرجو سمع كل حاجه. المهم ان هما بيتكلموا بيقول إيلاي فكره حلوه جدا، الفكره دي باختصار انهم بدل ما يسحبوا الكواكب للمريخ يسحبوا للارض ويستخرجوا منه الإيريديوم هنا على الارض، وبالشكل ده الشغل هيكون اقل من على المريخ والعائدات هتكون سريعه جدا واكتر. في اللحظه بيعجبوا ايرينا وليدا بالموضوع ده وبيروحوا دلوقتي يقعدوا في اوضه كده وبيناقشوا كل حاجه، لكنهم اثناء المناقشه بيكتشفوا ان سحب الكويكب للارض هيكون شيء صعب ومكلف جدا، فبيقرروا يكنسلوا الفكره خالص. بعد الاجتماع ده قعدت ايرينا مع مارجو، فعرفت مارجو ايرينا انها عايزاها تعلن قدام الناس كلها انها لسه عايشه وتخليها بعد كده تشتغل مع ايليدا بشكل مباشر، ووقتها بنسبه كبيره جدا هيقدروا يوصلوا لحل يمكنهم من سحب الكويكب للارض. في اللحظه بتوافق ايرينا على كلام مارجو رغم انها يعني خايفه، وعلى طول بتروح مارجو لايليدا بحيث يعني يتكلموا سوا. فطبعا إيليدا اول ما بتشوف مارجو مش بتصدق نفسها لانها كانت فاكراها ميته زي ما قلنا، فبناء عليه بتروح إيليدا مارجو وبتفضل تحضنها وهي متاثره جدا. بعد كده قعدت مارجو مع إيليدا وعرفتها كل حاجه عن هروبها وحبها لسيرجي ومساعدتها ليه وكل الكلام ده. طبعا بتصدم إيليدا بشكل مش طبيعي وبتكون شايفه دلوقتي ان مارجو خاينه، فبتقرر انها مش تشتغل معاها نهائيا ولا عاوزه تعرفها تاني. لكن مارجو رغم كده بتفضل تحاول تقنعها انها مش لازم ترجع تحبها زي الاول، بس دلوقتي الشغل بتاعهم مهم لمصير العالم كله فلازم يشتغلوا مع بعض حتى لو بيكرهوا بعض. في اللحظه بتقتنع إيليدا وبتنوي تشتغل مع مارجو. تاني يوم بتطلع مارجو على التلفزيون وبتعرف كل العالم انها عايشه وانها انشقت عن امريكا وانضمت للاسف لصف روسيا. طبعا دي بتكون صدمه لكل الناس والعالم كله بيشوف دلوقتي ان مارجو خاينه. على الجانب الاخر في كوكب المريخ بنشوف ان مايلز بيروح لبنت كده عامله على القاعده اسمها فايزه. بنعرف ان فايزه دي هي المسؤوله عن تهريب الحاجات من الارض للمريخ والعكس، وحاليا بيطلب مايلز من فايزه ان يبعت احجار كريمه للارض كعادته يعني، لان على فكره بالمناسبه فايزه هي اللي بتساعده في الموضوع. بس فايزه دلوقتي بترفض وبتسيبه وبتمشي فجاه. في اللحظه بيجي مايلز عامل اسمه بيتروس وبيضربه وبيعرفه انه تبع ايليا وان ايليا اللي امره يعمل كده معاه لانه اشتغل في الاحجار الكريمه من وراه، وبيعرفه بيتروس كمان انه خلاص مش هيقدر يبعت حاجه تاني للارض ولا يستلم اي حاجه تاني، وبيعرفه بيتروس ان لو شافه هنا تاني هيقتله. في اللحظة دي بيمشي مايلز وهو محبط، لكن مايلز بيقرر يتصرف، وبالتالي بيروح لكونج رائد الفضاء بتاع كوريا الشمالية لو تفتكروا، وبيعرف حاليا مايلز كونج إن إيليا مش ناوي يهرب له مراته ويجيبها له هنا زي ما هو قال له، بل هو قال له كده بس عشان خاطر يعني يقدر يبيع له حاجات ويستفيد من التجارة معاه، ويطلب مايلز من كونج إنه يخلصه من إيليا، بعدها يشغله هو مكانه وساعتها هيقدر يجيب له مراته لهنا وده وعد. كونج بيوافق جدا على كلام مايلز، وبعد فترة بنشوف بيتروس كان في شغله فبيجي له كونج واتنين كمان من رواد الفضاء الكوريين وبيقرروا ان هم يضربوه، وحقيقة مش بنشوف العركة دي، لكن بنشوف حاليا ان بيتروس في العيادة وبيكون متكسر خالص وبيجي له إيليا، فبيعرفوا دلوقتي بيتروس كل اللي حصل، طبعا بيتخض إيليا وبيروح يشوف الحانة السرية بتاعته، فبيتفاجئ إيليا بمايلز في الحانة ومعاه اتنين من رواد الفضاء الكوريين، وحاليا بيعرف مايلز إيليا ان الحانة دي بقت بتاعته وكل شغل التهريب أصبح يخصه هو، ولو فكر يرجع للشغل ده تاني هيزعله. طبعا إيليا غصب عنه بيوافق على الكلام ده وبيقول لمايلز أنت اتغيرت وبيسيبه بيمشي. على الناحية التانية بنشوف ان ايدا عايش حياه روتينيه جدا من بعد ما ساب الشغل على القاعده، وبكده اصبح شبه عاطل وبقى طول الوقت بيقضيه في شرب الماريجوانا. في مره بقى بيجي الايد بامر وبيديله امر بتقليل رواتب العمال، وبيطلب بامر من ايد ان هو يمضي على القرار ده، فبيعرفوا ايد انه هيقراه الاول بعدين ياخد قرار، وفعلا بيعمل ايد كده. فلما بيقرا دلوقتي ايد القرار ده بياخد بعضه وبيروح لسام وباقي العمال وبيعرفوا ان شركه هيليس قررت تقلل رواتبهم رغم ان الفتره الجايه شغلهم هيزيد جدا، وبالتالي بينصحهم ايد بقى انهم يعترضوا على القرار ده وما يوافقوش عليه. ساعتها سام وكل العمال اقتنعوا بكلام ايد جدا وقرروا من دلوقتي يعملوا اضراب عن العمل لحد ما موضوع الرواتب ده يتظبط. طبعا بيكون ايد فرحان لانه بالشكل ده هيضايق داني ويعمل لها مشاكل انتقاما لكل اللي حصل. وتعرف ايد مش بيقف عند كده، لا ده بياخد سام وكل اللي معاها من المضربين عن العمل وبيروحوا مع بعض يقعدوا مع داني، وبيعرف ايد والكل دلوقتي داني انهم عايزين رواتبهم ترجع زي الاول وتزيد كمان، وفوق كل ده عايزين ياخدوا الكويكب للمريخ مش للارض، لان بالشكل ده هيشتغلوا اكتر وهيعملوا فلوس اكتر واكتر. والعلم
ملحوظة كده على جنب يا صديقي، إيد برضو عاوز يودي الكويكب للمريخ مش للأرض، بحيث يستمر أطول فترة ممكنة هنا في المريخ، لأنه طبعا مش عاوز يرجع للأرض خالص بعد موت مراته كارين. ده غير يعني كمان إن نزول الكويكب على المريخ هيخلي مشروع استعمار المريخ يستمر ويكبر أكتر وأكتر. في المجمل برضو داني بترفض كل ده، فبيستمر الإضراب زي ما هو عادي خالص. اخبار الاضراب دي بقى يا صديقي بتوصل للارض، فعلى طول تواصلت ايرينا مع ايلاي وعرفته انها عندها فكره كده. الفكره باختصار ان المهندسين ورواد الفضاء اللي في القاعده يقوموا بشغل العمال من التنقيب وتكرير البترول وغيره، لان للعلم يعني هم محتاجين يكرروا بترول كتير جدا على المريخ، لانهم محتاجين كل البترول ده في تشغيل المراكب اللي هتنقل الكويكب للارض. فبيوافق ايلاي على كلام ايرينا وبيقرروا يعملوا كده فعلا. وعلى طول بتوصل الاخبار دي لإيد، واللي بيكون دلوقتي هو وسام مجتمعين مع باقي العمال المدربين، وبيكون على فكره في عمال عايزين يرجعوا لشغلهم وينهوا الاضراب ده نهائيا عشان المهندسين ورواد الفضاء ما ياخدوش شغلهم وبالتالي يخسروا كل حاجه. لكن إيد بيعرفهم انهم لازم يستمروا في الاضراب، ولازم كمان يجبروا المهندسين والرواد ما يكملوش شغلهم، وبيقول لهم إيد على طريقه كده حلوه المفروض انها هتمنع رواد الفضاء انهم ياخدوا الشغل بتاعهم. والطريقه دي بقى بنعرفها لما بنروح لبامر، واللي بيكون دلوقتي هو وكام مهندس كده ورائد فضاء تانيين خارجين بره القاعده، بحيث يعني يقدروا يروحوا يكرروا البترول. لكنهم بيكتشفوا دلوقتي ان مفيش ولا بدله فضائيه في القاعده يطلعوا بيها، ولما بيدوروا على البدل بيلاقوها مرميه بره القاعده. وايوه هي دي خطه إيد، بحيث يكبرهم ما يقوموش بشغل العمال. والخطه دي على فكره نجحت، لان حاليا بامر وكل اللي معاه بيروحوا لداني بحيث يشوفوا يعملوا ايه. بعد شويه تفكير بيقرروا برضو انهم هيروحوا لاماكن تكرير البترول، ولكن من غير ما يخرجوا من القاعده، لان القاعده دي وكل المباني اللي حواليها اصلا مربوطين ببعض عن طريق انابيب، فيقدروا عادي جدا من الانابيب دي يروحوا لاماكن تكرير البترول بدون ما يخرجوا من القاعده، وبالتالي بيقرروا ينفذوا الخطه دي. عامه بعد مده بيوصلوا ديف وكيلي وابن كيلي اخيرا للقاعده على المريخ، وهم بيوصلوا بيجي إيد وبيستقبل كيلي وحفيده أليكسي. وللاسف بيكون أليكسي مش حابب إيد قوي وخايف منه، ان يعني من زمان وإيد هنا على المريخ وشبه معاش نهائيا مع الطفل أليكسي، فيعني مش واخدين على بعض، وده طبعا بيضايق إيد وبيحسسه انه مقصر. في الوقت ده بيروح بامر وفريقه لاماكن تكرير البترول بنجاح، وبيقرروا ان هم هيبداوا شغلهم. في نفس الوقت ده كانوا إيد وسام وباقي المدربين سوا، وحاليا بقى جت واحده من المدربين اسمها مايا وعرفت إيد والكل انها فكت جهاز من الات تكرير البترول، وبالشكل ده مش هيعرفوا يشتغلوا. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف ان بامر واللي معاه فعلا بيلاقوا عطل في الاجهزه، لكنهم بيقرروا يصلحوا العطل ده، وبيصلحوه فعلا بس تصليح اي كلام، لان الجهاز الناقص مش معاهم، وبالتالي بيشغلوا الاجهزه دلوقتي. فبوم بيحصل انفجار كبير وفي كتير جدا بيموتوا وكتير بيتصابوا. اخبار الكارثه دي بقى بتوصل بسرعه لإيلاي على الارض، فبيقعد دلوقتي مع ممثل الجيش في ناسا اللي اسمه بوب. فبوب بقى في اللحظه دي بيقترح على إيلاي انه يخلي رواد الفضاء يسيطروا على الوضع هناك في القاعده ويحاولوا يوصلوا للمتسبب في الانفجار ده. فقال له إيلاي بس كل اللي في الفضاء علماء ورواد ومحدش فيهم ظابط، فمحدش فيهم هيعرف يعمل حاجه. فبيعرفوا بوب ان في رواد هناك ليهم سوابق حربيه، الرواد دول ممكن يحققوا في الموضوع ويعرفوا مين المتسبب في اللي حصل. وبس فعلا صديقي كل رواد الفضاء الحربيين بتوصل لهم دلوقتي الاوامر دي، فبيشتغلوا زي الضباط على القاعده وبيروحوا لاماكن العمال وبيفضلوا يفتشوها. في نفس الوقت ده بيجتمعوا العمال في مكان ما اعتراضا على كل اللي بيحصل ده، وطبعا بيكون معاهم إيد. لكن بيجي لهم دلوقتي ديف، وبقدرته كرجل اعمال ناجح بيقدر ان هو يقنع كل العمال انه هيزود فلوسهم وكمان هيخرجهم من اي مشاكل وما الى ذلك في مقابل انهم يوقفوا اضراب. فكل العمال تقريبا ما عدا كام واحد بينسوا الاضراب وبينضموا لديف، وبيقرروا خلاص يرجعوا لشغلهم تاني، وده طبعا بيضايق إيد وسام جدا. بعد اللي حصل ده بيروح إيد لاوضته، وهناك بيجي له ديف. ديف عرف إيد انه عمل كده عشان يوقف الاضراب، لكن برضه هو عمل كده عشان الناس اللي مش هتوافق على انها تسيب الاضراب هتكون هي الناس اللي عندها ايمان بإيد كقائد وبالفكره كمان بتاعته، ودول بقى انا عاوزهم عشان نوقف الحكومات اللي على الارض ونخلي الكويكب ينزل على المريخ بدل الارض، لان الكويكب ده لو نزل على الارض المريخ هيموت مع الوقت. في اللحظه بيوافق إيد جدا لان هو التاني عاوز كده. في الاثناء دي ولكن على كوكب الارض بتقعد ايرينا مع مارجو، وبتعرف ايرينا مارجو انها عايزاها تروح لامريكا وتقود فريق الوكاله الروسيه هناك، وبتكون ايرينا عايزه تعمل كده بحيث يعني تكون دي حركه تضايق الرئيس الامريكي بيها. بتعرف ايرينا ان الرئيس الروسي نفسه هو اصلا اللي طلب كده ومش هينفع ترفض، فبتوافق مارجو فعلا وبتروح على امريكا. وبس بعد مده بتوصل عند وكاله ناسا لاول مره من سنين، وللاسف بيكون الاستقبال مش افضل حاجه، لان بيتم استقبالها بمظاهرات معترضه على رجوعها لامريكا لانها خاينه. لكن مارجو مش بتهتم وبتروح لإيلاي وبتسلم عليه بصفتها ممثله الوكاله الروسيه للفضاء. وبس بياخدها إيلاي للوكاله بتاعت ناسا بحيث يبداوا شغلهم. على الناحيه الثانيه بقى بنشوف حد كده نسيناه خالص، الا وهو سيرجي، واللي حاليا مستقر في امريكا زي ما احنا عارفين، وكمان بيكون اتجوز وبيكون شغال على فكره في مدرسه كده كمدرس، ويعني حياته مستقره من كل النواحي.
لكن كل ده بيتغير لما بيعرف سيرجي ان مارجو لسه عايشه وانها حاليا في امريكا وجايه دلوقتي كممثله للوكاله الروسيه للفضاء. مجرد ما بيعرف سيرجي كل ده حرفيا بيفقد تركيزه تماما ودايما بيكون بيفكر في مارجو اللي هربته من روسيا هو وعيلته وكانت سبب في نجاته، ومقابل ده انضمت هي للروس غصب عنها. فبيقرر سيرجي بقى انه لازم يقابل مارجو باي شكل عشان يقول لها حاجه ضروريه. بمناسبه مارجو فبنشوف انها بدات تدير شغلها في ناسا وبدات تجتمع مع إليدا وإيلاي وغيرهم وغيرهم بحيث يحطوا سوا خطه ومصل كويكب عشان في النهايه يقدروا يجيبوا للارض. وفي مره بقى بعد اجتماع من الاجتماعات دي حاولت مارجو ان هي تتكلم مع إليدا وتسالها على عائلتها وهكذا، لكن إليدا بتصدها وبتعرف مارجو انهم عمرهم ما هيرجعوا زي زمان وانها ملهاش اي حق تسالها عن عائلتها. فبتتحرك مارجو وبتعتذر لإليدا وبتنهي الموضوع على كده. تاني يوم كانت إليدا خارجه من بيتها بحيث يعني تروح شغلها، لكن في الوقت ده بيجي لها سيرجي وبيطلب منها يتكلموا سوا. طبعا إليدا بتكون مش عاوزه تقعد معاه ولكن بتروح معاه فعلا لمكان كده يتكلموا فيه. وفي الاثناء دي عرف سيرجي إليدا ان مارجو ما كانتش عايزه تخون امريكا وتدي التصاميم بتاعه المكوك وغيرها للروس، لكنها اضطرت تعمل كده بحيث تنقذه هو من الموت. وفهم بقى سيرجي حرفيا كل اللي حصل من طاطا لسلام عليكم. ومجرد ما بيقول سيرجي كل ده بتبدا بقى إليدا ترتاح شويه من ناحيه مارجو وتسامحها لان كل ده حصل بجد غصب عنها. المهم سيرجي بيطلب دلوقتي من إليدا ان هي تدي ورقه كده لمارجو، فبتوافق إليدا وبتروح لمارجو وبتديها ورقه الشغل، وفي وسط الورقه ده بتكون فيها ورقه سيرجي. وقتها مارجو بتقراها فبتعرف ان سيرجي بيطلب منها ان هم يتقابلوا في مطعم كده هنا في امريكا. ففعلا راحت مارجو تقابل سيرجي، وفي الوقت ده عرفها سيرجي انه جاي يبلغها بحاجه واحده بس، وهي انها في خطر وما ينفعش ترجع روسيا ولازم باي شكل تفضل هنا في امريكا. وعرف سيرجي ان رئيستها في الشغل حاليا اللي هي ايرينا كانت رئيسته في المخابرات الروسيه زمان، وكانت انسانه مجنونه جدا وهي اللي تسببت في كل المشاكل اللي حصلت لسيرجي، واكيد على فكره هتتسبب في مشاكل كتير لمارجو. وعرف سيرجي انها عشان كده لازم تهرب باي طريقه. مارجو في اللحظه بتتصدم لكنها في المجمل بتاخد بعضها وبتمشي. على الناحيه الثانيه على المريخ كانوا ايد وسام كالعاده قاعدين في حانه اليا او حانه مايلز بقى، بس اثناء ما هم قاعدين بيجي بامر وكان واحد من رواد الفضاء وبيقرروا ان هم يقفلوا الحانه. طبعا اللي بيحصل ده بناء على اوامر داني اللي قرر التحجم على العمال في كل حاجه بحيث ما تحصلش اضرابات تاني، وده طبعا بيضايق اد وسام فبياخدوا بعضيهم وبيمشوا من المكان من سكات. في المجمل بعد كده راح اد لديف وخده وراحوا لاوضه اد بحيث يعني يتفقوا سوا ويشوفوا هيعملوا ايه في موضوع سرقه الكويكب. لكنهم لما يوصلوا للاوضه بيلاقوا كيلي وابنها الكسي مستنيهم، وحاليا عرفت كيلي ابوها انها هتضطر تخرج بره القاعده تعمل شويه تجارب، وفي الوقت ده هتسيب ابنها الكسي معاها عشان يعني يرعاه، وبتعرفوا انها هتغيب تقريبا 3 ايام بس وهترجع تاني. فبيوافق ايد على كلامها وبيتمنى لها الخير. بعد كده بيروحوا ايد وديف يقابلوا سام واتنين تاني من العمال، والعلم سام والاتنين اللي معاها دول من العمال وهم الوحيدين اللي مرضيش يتصالحوا مع ديف مقابل الفلوس زي ما باقي العمال عملوا. المهم ان ديف حاليا بيعرفهم انه احترمهم جدا لما تمسكوا برايهم، وعشان كده هو وايد عاوزينهم في شغل. وبيدخل ديف على الموضوع على طول وبيعرفهم انه عاوز منهم يتعاونوا معاه هو وايد بحيث يقدروا ان هم يسرقوا الكويكب من الامريكان والروس ويخلوه ينزل المريخ. وتكون فكره ديف باختصار انهم عاوزين يتحكموا في الاجهزه اللي بتستخدم لتحريك الكويكب، ومن خلال التحكم ده يقدروا يغيروا خط سير الكويكب من الارض للمريخ. وبيعرفهم ديف انه حاليا هيأمر بان سام تكون في فريق التحكم في حركه الكويكب بحيث يعني تقدر تغير جهاز التحكم الاساسي بجهاز تاني مشفر هيتحكموا فيه ديف وايد عشان خاطر يقدروا يغيروا مسار الكويكب. فبتوافق دلوقتي سام واللي معاها على كلام ديف وايد وبيقرروا ينضموا للخطه. وفعلا بعد شويه قعد ديف مع داني وباقي رواد الفضاء واللي كانوا حاليا بيحاولوا يختاروا الفريق اللي هيشتغلوا على نقل الكويكب، وبيختار ديف دلوقتي ان سام تكون ضمن الفريق. فبتوافق داني والكل رغم ان داني بتكون متوتره شويه، وبكده يكون ضمن ديف دلوقتي ان سام هتقوم بالمهمه المطلوب منها بكل سهوله. بس بالشكل ده بيكون باقي نقطه واحده بس في خطه ديف، هو انه يوصل للجهاز اللي هيستخدموه للتحكم في الكويكب. وعشان كده بيروح ايدو ديف لمايلز وبيطلبوا منه ان هو يهرب لهم الجهاز ده من الارض، فبيوافق مايلز وبيتفقوا على كده. بس بعد كام يوم بيروح مايلز ياخد البضاعه الجديده المتهربه، بعدها بيروح لديف وايد، لكن في اللحظه دي بيعرفهم مايلز ان الجهاز مش معاه وان الجهاز اتبدل بالغلط وراح لمكان تاني على القاعده، وحين الجهاز ده بقى في اوضه كده مقفوله مش هيقدروا يدخلوها. لكن الاوضه دي فيها فتحه تهويه ممكن لو معاهم حد رفيع جدا وصغير يدخل منها الاوضه دي ويجيب الجهاز. فبيفكر ديف شويه هو وايد، وفي النهايه بيستقروا وهم كلهم رعب وخوف ان الكسي حفيد ايد يقوم هو بالمهمه دي. فعلا بيمشي الكسي في فتحه التهويه لحد ما بيوصل للاوضه اللي فيها الجهاز، فبياخد الجهاز وبيرجع لايد وديف، وبيكون طبعا ايد فخور بيه جدا جدا، وده بيفرح الكسي وبيبدا بقى يحب جده ويرتاح له. بعد كام يوم من كل اللي حصل ده كان يوم تحريك الكويكب، وبنشوف ان في الوقت ده سمع الفريق اللي هينقل الكويكب، وحاليا بتقرر سام تغير الجهاز بتاع التحكم بالجهاز بتاع ديف وايد بحيث يقدروا يتحكموا في تحريك الكويكب. والعلم زي ما قلنا سام حاليا في السفينه الفضائيه اللي هتنقل الكويكب.
المهم ان سام بتستغل ان محدش مركز معاها وبتقدر تبوظ جهاز التحكم اللي موجود، فبالتالي كل اللي مع سام حاليا بيقرروا انهم يغيروا جهاز التحكم ده بجهاز تاني. فبتجيب سام بقى الجهاز التاني اللي معاها وهو الجهاز اللي جابه مايلز بحيث تركبه هنا، ويقدروا وقتها دايف وايد يتحكموا في حركه الكويكب عادي خالص. بعد كده بنشوف ايد ومايلز بياخدوا بعضهم وبيروحوا لرائد الفضاء الكوري جونج وبيعرفوا كل اللي ناويين يعملوه وانهم يتحكموا في حركه الكويكب وينقلوا للمريخ وكل ده. وبيعرفوا مايلز وايد جونج انهم هيحتاجوا منه انهم يدخلوا على الاجهزه بتاعه التجسس الخاصه بالكوريين بحيث يعني يقدروا يراقبوا القاعده بالكامل ويعرفوا كل حاجه بتحصل هناك. فبيوافق جونج وبيقرر يوصلهم بنظام كاميرات المراقبه والتجسس في القسم بتاع كوريا الشماليه وبس. بعدها بيروحوا ايد ومايلز لاوضه كده، وبتكون الاوضه دي اشبه بمركز عمليات لايد ودايف وكل معاهم. حاليا بقى بيلاقوا الكل انهم قدروا يوصلوا لكاميرات الكوريين، وكمان بيلاقوا ان سام قدر تركب جهاز التحكم بتاعهم، فبيفرحوا الكل بالنجاحات دي كلها. ولحد هنا كل حاجه كانت تمام، اللي مش تمام بقى ان تشو قائد جونج وقائد رواد الفضاء الكوريين كان قاعد بيتابع كاميرات المراقبه، وبيلاقي دلوقتي ان الكاميرات فيها تشويش غريب، فبيفضل يفحصى لحد ما بيلاقي ان في جهاز تشويش محطوط على الكاميرات، وبيعرف ان كده في حد بيتجسس على الكاميرات بتاعتهم وواصل عليها. فبيتضايق تشو وبياخد جونج وبيروحوا لداني وبيديها تشو جهاز التشويش اللي ليه، وبيكون تشو شاكك ان اللي زرع الجهاز ده عندهم هو مايلز لانه الشخص الوحيد الغريب اللي دخل قسم الكوريين. فبتعرفوا داني انها مش متاكده من الكلام ده لكنها هتبحث في الموضوع وترد عليه. بعدها تواصلت داني مع ايلاي وعرفته بموضوع جهاز التجسس ده، وعرفته كمان انها حاسه ان في حاجه مش مظبوطه بخصوص موضوع جهاز التجسس ده، وبتكون داني شاكه ان في حد بيحاول يبوظ بعثه الكويكب. اصلي مين هيحتاج يعني هنا جهاز تجسس غير حاجه زي دي؟ فالوحيد ده بيقلق ايلاي جدا، فعلى طول بيتواصل مع ايرينا بحيث يعني يشوفوا هيعملوا ايه. بتعرفوا ايرينا ان في عميل متخفي تبعها من مخابرات موجوده على القاعده، وممكن العميل ده يبحث في الموضوع. فبيعرفها ايلاي ان هو كمان عنده عميل متخفي على القاعده، وبالتالي العميل الامريكي والروسي لازم يتعاونوا مع بعض لحد ما يفهموا ايه اللي بيحصل بالظبط. فبتوافق ايرينا وبيتفقوا على كده وبس. بعدها بتقعد داني مع العملاء دول، واللي بيكونوا اتنين عمال، واحد امريكي اسمه مايك وواحد روسي اسمه فيلوف. وبتكون داني متفاجئه جدا انها عارفه ان مايك وفيلوف هم عمال على القاعده، ما كانتش بتتوقع انهم كمان عملاء مخابرات سريين. المهم بتعرف داني مايك وفيلوف كل حاجه وموضوع جهاز التجسس وكل ده، وبتعرفهم داني انها شاكه ان مايلز متورط في كل ده. فبيقرروا مايك وفيلوف يحتجزوا مايلز ويحققوا معاه ويفهموا منه كل حاجه. وفعلا ما عداش وقت طويل وقدروا مايك وفيلوف يحتجزوا مايلز في اوضه كده، وبيفضلوا بقى يستجوبوه هو جهاز التجسس ده كان معاه ليه وفي ايه بالظبط بيحصل في القاعده. لكن مايلز مش بيرضى يقول اي حاجه، فبيتعصبوا مايك وفيلوف وبيفضلوا بقى يضربوه بحيث يعترف. في الوقت ده على فكره تشو بيكون لسه بيراقب كل حاجه، وبيراقب كمان مايلز كويس جدا. وفي النهايه بيكتشف تشو ان مايلز بينزل ادوار كده في القاعده، المفروض ان الادوار دي ممنوعه خالص لانها فيها عمال صيانه. فبيستغرب تشو وبيروح لدور كده من الادوار المحظوره دي، فبيكتشف ان الدور ده فيه الغرفه السريه اللي بيشتغلوا منها ايد ودايف ورجالتهم. وحاليا كان في اصلا اتنين من رجاله ايد ودايف في الاوضه، وبيكون طبعا تشو فهم انهم بيخططوا لحاجه، فبيقرر يمشي من هنا ويبلغ. لكن قبل ما يعمل كده بيوصل جونج وبيضربه، وطبعا بيتفاجئ تشو ان جونج بيشتغل معه، وبيفضل بقى يضرب فيه وجونج يضربه لحد ما بيقدر جونج في الاخر ان هو يخنقه، فبيهم على تشو. ولسه بقى ما نعرفش ايد ودايف هيعملوا ايه في كل المصايب دي، ولكن كالمعتاد هنعرف بعد شويه. الناحية التانية بقى في الأرض، بتكون مارجو مع ليدا في اجتماع كده، وبيشتغلوا كالمعتاد على مسار تحريك الكويكب. المهم بعد الاجتماع بتدي ليدا لمارجو ورقة، وبتطلب منها إن هي توصلها لسيرجي، لأن الورقة دي فيها حبة شغل كده مارجو عاوزاها يعني من سيرجي، إنها مش قادرة تعملها لوحدها ومحتاجة مساعدته، وطبعًا الشغل ده ليه علاقة بموضوع الكويكب. لكن ليدا بتعرف مارجو إنها ممكن تخليها تيجي تقابل سيرجي عندها في البيت بدون ما حد يعرف أي حاجة، ويشتغلوا هما التلاتة سوا. بتوافق مارجو جدا، وفعلا بتروح لبيت إليدا في الليل، وبيكون سيرجي هناك، ويفضلوا بقى يشتغلوا سوا، وبيكون شغلهم تحديدا عن تحديد افضل مسار لتحريك الكويكب للارض. المهم بيفضل الكل يشتغلوا مده طويله لغايه ما بيخلصوا خالص شغل. بيقعد بعد كده سيرجي مع مارجو لوحدهم، وعرفها بعد كده انه تواصل مع شخص بيشتغل في وكاله الفضاء البرازيليه، واتفق مع الشخص ده ان هو ومارجو يروحوا البرازيل، وهناك هيشتغلوا مع وكاله الفضاء البرازيليه وهياخدوا الحمايه وهيحاولوا كمان يطوروها، وفي المقابل البرازيل هتحميهم من الروس وهيعيشوا هناك في كل امان. وبيعرفها سيرجي ان دي فرصتهم عشان يكونوا مع بعض من تاني، وكمان يشتغلوا ويحققوا حلمهم. فبتوافق مارجو على كلامه، وبتعرفوا انها هتهرب معاه للبرازيل بس لما تخلص على الاقل شغلها على موضوع الكويكب ده ويخلص خالص. فبيفرح سيرجي وبيتفقوا على كده. لكن يا صديقي حابب اظلمك ان للاسف سيرجي مش هيقدر ينفذ اي حاجه من اللي اتفقوا عليها، لان حاليا مثلا بيروح سيرجي لفندق كده قاعد في الفتره دي، فبيدخل على سيرجي شخص وبيقتله في مشهد من احزن ما يكون. والعلم الشخص اللي قتل سيرجي ده تبع المخابرات الروسيه، وطبعا قتلوه انتقاما من كل اللي عمله زمان وهروبه من روسيا، وكمان دلوقتي تواصله مع مارجو. واه الشخص ده على فكره بيحط المسدس اللي قتل بيه سيرجي
في ايد سيرجي بحيث الكل يفتكروا ان سيرجي انتحر ما اتقتلش. تاني يوم بقى بتروح مارجو على الوكالة بحيث يعني تتابع شغلها، وهناك بتقابل إليدا. مارجو بتعرف إليدا ان في مشكلة كبيرة، وهي ان سيرجي اختفى فجأة كده وعايزة يعني تطمن عليه. بتطلب مارجو من إليدا تروح الفندق اللي قاعد فيه تشوفه. بتوافق إليدا رغم انها كان المفروض تفضل في الوكالة هنا عشان تشرف على تحريك الكويكب للأرض، لكن يعني بتوافق إليدا في كل الأحوال وفعلا بتروح تشوف سيرجي. بس لما بتوصل للفندق اللي فيه سيرجي بتقابلها العاملة اللي في الفندق وبتعرفها ان للأسف سيرجي انتحر. طبعا إليدا بتتصدم جدا جدا وبتروح تعرف كل ده لمارجو، وطبعا مارجو كمان بتتصدم وبتحزن على موت الشخص الوحيد اللي حبته في حياتها، وبناء عليه بتكون عارفة ان سيرجي ما انتحرش بل الروس قتلوه، فبتنسى نفسها خالص وبتروح تتخانق مع إيرينا. لكن يعني إيلاي بيهديها عشان ما تحصلهاش مشاكل، تسكت مارجو وبتمشي. بيرجع بقى مرة تانية للفضاء وبنشوف ان مايك وفيلوف لسه بيعذبوا مايلز بحيث يعترف على باقي المشتركين معاه، وبيفضلوا بقى يعذبوا مايلز بكل الطرق لدرجة انهم بيقللوا الاكسجين في الاوضة عشان يختنق، لكن كل ده ولا بيفرق مع مايلز ومش بيقول اي حاجة. بس مايك بتجيله دلوقتي فكرة حلوة، وبيعرف مايلز ان مراته ماندي كانت بتساعده على الارض وبتاخد الاحجار اللي هو بيهربها من المريخ بحيث تبيعها وتاخد فلوس، ولكن دي جريمة كبيرة ممكن يحبسوها عشانها او ممكن محدش يقرب لها خالص، لكن في حالة واحدة بس، وهي ان مايلز يعترف على شركائه. وللاسف صديقي مايلز دلوقتي بيخاف على مراته وعياله، فبيعرف مايك وفيلوف ان كل شركائه في الادوار السفلية في اوضة كده سرية. فبسرعة بياخد مايك رجالته وبيروح يجيبوا الناس اللي في الاوضة دي، لكن في الوقت ده بيشوف دايف اللي بيحصل فبيبعت رسالة لكل اللي في الاوضة، فبالتالي بيقرروا يهربوا من الاوضة السرية بتاعتهم ويروحوا لقسم كوريا الشمالية، وكده كده جونج معهم وبالتالي هيعرف يخبيهم. بعد شوية بيوصلوا مايك واللي معاه للمكان، لكنهم مش بيلاقوا لا إد ولا أي حد، بس بيلاقوا أجهزة اتصال، فبيعرفوا على طول الكل إنهم كانوا عايزين يسيطروا على الكويكب ويحركوه بمزاجهم للمريخ، لكن يعني خلاص المحاولة دي تم إحباطها. لكن رجالة مايك بيقدروا يقبضوا على واحد من رجالة إد ودايف، ما كانش يعني لحق إن هو يهرب، وبالتالي بياخدوا دلوقتي اللي قبضوا عليه ده للأوضة اللي فيها مايلز وبيحبسوه هناك. والراجل ده أول ما بيشوف مايلز والتعذيب اللي اتعرض له بيزعل عليه جدا وبيعرف إنه اتهان جدا لغاية ما في الآخر اعترف. المهم بنرجع مرة تانية لإيد ودايف واللي معاهم، واللي كانوا دلوقتي قاعدين في قسم كوريا الشمالية وبيفكروا يعملوا ايه عشان يقدروا يحركوا الكويكب للمريخ من جديد. وقتها بيقول دايف ان فعلا فريق داني قدروا ان هم يستعيدوا السيطرة على المركبة اللي بتنقل الكويكب، ولكن في حل. الحل ده باختصار ان سامي اللي في المركبة دلوقتي مع فريق داني تقدر تخرج برا المركب وتعمل حاجة كده في المركبة من برا بشكل يدوي، وساعتها هيقدر ديف يتحكم في المركبة من تاني ويخليها تحرك الكويكب للمريخ. فعلا بيتواصل دايف والكل مع سام وبيعرفها بكل المطلوب منها. فعطول بتاخد سام بدلة فضائية وبتخرج برا المركب بدون اذن من فريق داني، وبتروح لجهاز التحكم وتحاول تفعله بشكل يدوي بحيث دايف يقدر يتحكم فيه. لكن قبل ما تعمل كده بيجي لها واحد من فريق داني على المركبة هنا، الا وهو بامر لو تفتكره، وبيحاول بامر يبعد سام عن الجهاز بتاع التحكم، لكنها هي اللي بتقدر تبعده وبتقدر فعلا تفعل جهاز التحكم، وبينجح ديف في النهاية ان هو يسيطر عليه وبيقدر يحرك الكويكب للمريخ. في الوقت ده بقى صديقي كل اللي على الارض بيكونوا عارفين اللي بيحصل، وبيكونوا على فكره قادرين انهم يمنعوا اللي بيحصل ده بمجرد يعني اصدار امر من اجهزتهم بالتحكم في مركبه عن بعد. لكن صديقي قبل ما ينفذوا الامر ده بتروح إليدا لمارجو، فبتعرفوا مارجو انهم لازم ما يعملوش كده، ولا ينفع يجيبوا الكويكب ده للارض، انهم لو جابوا الكويكب للارض هتنتهي بعثات المريخ للابد ومش هنكتشف الفضاء تاني نهائيا، والامريكا وروسيا يستحقوا الكلام ده. وقتها بتقتنع إليدا بكلام مارجو، فبالتالي بتروح دلوقتي للجهاز وبتصدر امر يخلي ديف والكل قادرين ان هم يسيطروا على المركبه براحتهم خالص. في اللحظه دي بيكتشفوا إيلاي وإيرينا اللي حصل ده، وبتتهم إيرينا إليدا ان هي اللي عملت كده، لكن مارجو بتتدخل وبتقول ان هي اللي عملت كده وانها هي المذنبه، فبتتكلم إيرينا حرفيا وبتعرف إيلاي انها سحبت الحصانه الدبلوماسيه عن مارجو ويقدروا دلوقتي يقبضوا عليها. فبيوافق إيلاي على كلامها وبيجوا فعلا ضباط من الاف بي اي وبيقبضوا على مارجو، وبتكون مارجو عارفه انها خلاص كده هتقضي الباقي من عمرها في السجن، لكن ده مش بيفرق معاها. وقبل ما تمشي مارجو مع الضباط بيجيلها إليدا وبتودعها بكل حب، وبتمشي مارجو بقى في طريقها للسجن اللي هتقضي فيه باقي حياتها. انا بقى في المريخ بنشوف إيدو وديف بيحتفلوا بكل اللي عملوه، لكن مش ده المهم. المهم فعلا حاليا ان داني بتشوف مايك ورجالته بيجهزوا اسلحتهم ورايحين لقسم كوريا الشماليه، فبتروح لهم داني وبتسالهم هيعملوا ايه، فبيعرفها مايك ان جات لهم اوامر يقتحموا القسم ويقبضوا على دايف وإيد واللي معاه. وفعلا بيسيبوا دلوقتي داني وبيروحوا لقسم كوريا الشماليه وبيحاولوا يقتحموا. وفي نفس الوقت بنشوف إليا ومعاه كام واحد من العمال بيروحوا لمايلز والراجل المربوط معاه وبيضربوا فيلوف اللي كان بيحرسهم هناك وبيحرروهم، وبيكون مايلز خلاص جاب اخره من كتر التعذيب اللي اتعرض له، فبيقول لإليا وكل العمال اللي معاه انهم لازم يوقفوا مايك واللي معاه باي شكل. وفعلا بيروحوا لمايك واللي معاه وبيفضلوا يتعاركوا معاهم بحيث يمنعوهم يدخلوا يقبضوا على إيد ودايف. وحاليا الموضوع بيقلب خناقه شوارع عملاقه والفوضى بتنتشر في كل مكان والكل بيضربوا في بعض. وسط كل ده بتيجي داني وايدي يحاولوا يوقفوا اللي بيحصل، وللاسف واحد من رجاله مايك كان معاه مسدس فبيحاول يضرب واحد من العمال طلقه، لكن الطلقه بتيجي في داني فبتقع سايحه في دمها.
ومع وقعتها بقى تنتهي كل المشاكل والخناقات الكبيره دي والكل بيسكتوا. إيد في اللحظه بيتصدم ان داني وقعت وبتموت خلاص، فورا هو وكل الناس اللي معاه بيروحوا مع داني عشان خاطر تتعالج، وبكده بيخلص الموضوع. بتعدي بقى فتره محترمه على كل ده، ونشوف ان الاوضاع هديت على المريخ والكل رجعوا يشتغلوا بشكل طبيعي عادي خالص. وطبعا فضل الكويكب هنا على المريخ، وخلاص بعثات اكتشاف الفضاء والمريخ مش هتنتهي. طبعا إيد قرر يستمر على المريخ لان ملوش اي حاجه في الارض، وطبعا برضو ديف هو كمان فضل على المريخ عشان يستمر في ابحاثه وشغله زي ما بيتمنى. وكمان جونج لسه على المريخ، وبنشوف حاليا ان في عامله كده بتاخده لمكان استقبال البضائع من الارض، فبيلاقي جونج ان مراته موجوده هنا لان مايلز وفى بوعده معاه وجاب له مراته هنا تهريب. وطبعا ده بيبسط جونج بشكل مش طبيعي. واخيرا بقى فبنشوف ان داني ما حصلهاش حاجه ورجعت للارض وبقت بخير. بس مع النقطه دي بينتهي الموسم ده، وللاسف الموسم الخامس والجديد لسه لم يتم انتاجه، ولكن توقع يا صديقي انه ينزل على اخر 2025 مثلا، وهيكون بقصه جديده مختلفه خالص، لان المفروض يعني قصتنا دي خلصت وانتهت. بس كالعاده لما ينزل الموسم الخامس تاكد اننا هنكون اول ناس نعمله. وبس كده، سلام.